هاي. بتهافت الناس لأخذ توقيع من الشخصيات المعروفة للاحتفاظ فيها، وبتزيد قيمة هالتوقيع كل ما زادت شهرة وتفوق الشخصية العامة. هالشي كمان بيؤدي لبروز التوقيع المزورة. يعتبر إلفيس بريسلي من أكثر الشخصيات يلي تم تزوير توقيعها عالمياً، ورغم مرور سنوات طويلة على غيابه ما زالت توقيعه مطلوبة، وبتبلغ قيمة توقيعه لحاله 1500 دولار مقابل 35 ألف دولار للعقد الموقع باسمه. الحصول على توقيع البيتلز أربعتهم مكلف كتير، لهيك بيحلوا بالمركز الثاني بالتوقيع الأكثر تزويراً، وبتبلغ قيمة صورة موقعة من أعضاء الفريق حوالي 15 ألف دولار. توقيع رائد الفضاء نيل أرمسترونغ هو الثالث من ناحية التزوير، وصورة موقعة منه هي اليوم بقيمة 5000 دولار. توقيع جون اف كينيدي هو الرابع الأكثر تزويراً. مين قال إنه قيمة أي وثيقة أو رسالة رئاسية ماضيها تبلغ 25 ألف دولار؟ أنا قال. بشوفكم بكره.